مشاهدينا الكرام متابعينا، إذن يوم متجدد من أيام بطولة صاحب السمو الملك الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، البطولة المقامة هنا في ملعب المديو التي تحمل النسخة رقم 12 لقاء الليلة، لقاء مصيري لا يقبل القسمة على اثنين، يجمع ما بين فريقي شباب المديو وشباب البوادي. فريق شباب البوادي الفريق الذي استطاع أن يتخطى فريق شباب القايدي في دوري 16 والوصول إلى دوري 8 الآن، بينما فريق شباب المديو في الجهة المقابلة استطاع أن يتخطى فريق محترفي السد بنتيجة 1-0 والوصول إلى هذه المرحلة، إلى جانب لا من الضيوف الحاضرين في هذه الليلة لمتابعة مجريات ومستجدات هذه المباراة، الأستاذ سليمان الزبيدي الصحفي في جريدة المدينة وكذلك مراسل قناة لاين سبورت الرياضية. ورحب بك في البداية سليمان الزبيدي عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب. طبعا أرحب بكم جميعا وكل عام وانتم بخير. سليمان الزبيدي، إلى أي مدى ترى تطور رياضة كرة القدم على صعيد الحواري والأحياء؟ بلا شك طبعا الرياضة في الرياضة، أنا لا أعتقد أنه في أندية بدون أحياء، الرياضة في الأحياء هي منبع الأندية. طبعا إحنا لو جينا وشاهدنا الأندية بالذات الاتحاد والأهلي والنصر والهلال سنجد أن أغلبية اللاعبين هم من الأحياء، ودائما أحياء جدة ومكة مشهودة بهذا الشيء. نجوم المنتخب السعودي الآن هم من أحياء جدة ومكة، إن كان نظرنا إلى ناصر الشمراني، نايف هزازي، العديد من النجوم هم نجوم الملاعب والأحياء. طبعا ملعب، طبعا أعتقد أنه حتى ملعب المدي لو صيت في إنجاب الكثير من النجوم. جميل جدا. سليمان الزبيدي، المستوى الفني للبطولة أنت شخصيا كيف ترى رغم أنك لم تكن حاضر في كثير من الأيام، لكن هناك بعض المباريات ربما قد تختصر لك الكثير من المشاهد، كيف تنظر إلى المستويات الفنية للفرق التي شاركت في هذه البطولة؟ أنا أعتقد أنه وصول الفرق هذه الآن للمرحلة المتقدمة من البطولة هي دليل نجاح هذه البطولة. إذا رأينا مساء أمس كان ميلانو ومع أعتقد إذا أنا ماني غلطان وفريق النزلة، نعم، واستطاع فريق النزلة الفوز على فريق ميلانو، هذا يدل على قوة البطولة، خصوصا أنه فريق النزلة فريق شاب صاعد هزم منتخب أو منتخب، أنا أعتقد أن فريق ميلانو منتخب قوي له صيته في الملعب وأحياء جدة، هذا دليل على نجاح البطولة. اليوم نرى أيضا فريق المدي منظم البطولة، أعتقد أن هذا الشيء يدل على نجاح البطولة بكثير وبشهادة الجميع وبأغلبية المتابعين. سليمان الزبيدي، الليلة كقراءة فنية مختصرة ووجيزة جدا، شباب المدي في مواجهة شباب الوادي، من أقرب لتخطي هذه المرحلة؟ المباراة تنتهي بضربات الجزاء في نظري الشخصي، لأنه دائما صاحب الأرض يملك طبعا الضغوط النفسية حتكون عليه أكثر، مباراة حيلعب الفريق الخصم بشكل أهدى، لذلك أتوقع هذه المباراة أن تنتهي بضربات الجزاء أو بالوقت الإضافي. تعليق أخير سليمان الزبيدي، وتوقعاتك كذلك على أقل تقدير لشوط المباراة الأول؟ الشوط الأول حينتهي 1-0 لفريق المدي، والشوط الثاني حيتعادل وتنتهي ضربات الجزاء، لازلت مصر على ذلك. شكرا جزيلا سليمان الزبيدي. شكرا حبيبي. مشاهدينا الكرام متابعينا، كان هذا هو حديث الصحفي في جريدة المدينة ومراسل كذلك قناة لاين سبورت سليمان الزبيدي الذي تحدث بصورة مختصرة عن هذه البطولة وكذلك قراءة فنية سريعة لمجريات هذه المباراة التي ستجمع شباب المدير وشباب البوادي، المباراة التي ستنطلق بعد لحظات قليلة من الآن. إذن سنتحول بعد لحظات قليلة من الآن إلى الاستوديو التحليلي مع الزميل بلقاسم البركاتي وضيوف الكرام بعد لحظات قليلة من الآن.